طالما احنا جالسين ننتج وكل سنه البوم، اكيد دائما احنا في تجدد على المسرح ودائما نقدم الجديد. رغم ان يعني مسؤولين ومنظمين صوت الريان دائما يحرصون على القديم لتفاعل الجمهور دائما مع القديم، ولكن هذا لا يمانع ان احنا يعني في كل حفله انزل من الاعمال الجديده عمل او عملين من ضمن باقه الاغاني اللي انا اقدمها. التاريخ مهم طبعا، والاسم مهم، واليوم اللي يبني الاسم مش بسهاله، خصوصا في ظل الايام الحاليه، في ظل تعدد وسائل الاعلام، في ظل تعدد القنوات المختلفه بانواعها ببرامجها، خصوصا في ظل وجود خلينا نقول برامج الهواء اللي قاعد يصير مختلفه. طبعا كل هذه الامور يعني المهمه تصعب على الفنان اللي ما عنده تاريخ ولا عنده اسم بان.